بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم. أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني عشر في مادة التاريخ الوحدة الثانية بعنوان نماذج من حركات التحرر والاستقلال في الوطن العربي والعالم، ونبدأ معكم في درس حركات التحرر والاستقلال في دول المشرق العربي الجزء الأول. نبدأ معكم أهداف الدرس لهذا اليوم. في نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادراً على أولاً أن يعرف مفهوم حركات التحرر الوطني، ثانياً أن يوضح العوامل الداخلية لظهور حركات التحرر الوطني، ثالثاً أن يبين العوامل الخارجية لظهور حركات التحرر الوطني، رابعاً أن يذكر أشكال وأساليب حركات التحرر الوطني. درسنا لهذا اليوم سيكون في الكتاب المدرسي صفحة 107 إلى 109. كما تعلم عزيزي الطالب، بانتهاء الحرب العالمية الأولى ظهرت حركات التحرر بهدف التخلص من ويلات الاستعمار والحصول على الاستقلال بقيادة شخصيات قادت شعوبها في الوطن العربي والعالم، وسنقوم بدراسة حركات التحرر الوطني من حيث مفهومها وعوامل ظهورها وأساليبها. نبدأ معكم في الهدف الأول، سنتعرف على مفهوم حركات التحرر الوطني. ما المقصود بحركات التحرر الوطني؟ هي مقاومة الشعوب عسكرياً باستخدام السلاح، وسياسياً كاستخدام الأساليب السلمية مثل المظاهرات ونشر الفكر الوطني من خلال الصحف والمنشورات ضد الاحتلال الأجنبي بمختلف أشكاله، سواء كان عسكري أو انتداب أو استيطان. ظهرت حركات التحرر الوطني في القرن العشرين واشتدت بعد الحرب العالمية الثانية. إلى ماذا تهدف حركات التحرر الوطني؟ الهدف منها هو الحصول على الاستقلال بدافع ديني، وذلك للتخلص من المعتقدات الدينية الجديدة التي جلبتها الدول المستعمرة، أو الاستقلال بدافع وطني أو قومي، وذلك للحصول على الاستقلال التام والتخلص من الاستعمار. هل يشارك في حركات التحرر الوطني جميع أفراد الشعب؟ نعم، تضم حركات التحرر قوى اجتماعية من القيادات السياسية والعلماء والمثقفين ومختلف الطبقات العاملة. إذن ما المقصود بحركات التحرر الوطني؟ هي مقاومة الشعوب عسكرياً وسياسياً للاحتلال الأجنبي بمختلف أشكاله. ظهرت في بداية القرن العشرين واشتدت بعد الحرب العالمية الثانية، وتهدف إلى الاستقلال بدافع ديني أو قومي أو وطني، وتضم مزيج من القوى الاجتماعية. إذن عزيزي الطالب، أجب معي على السؤال التالي: ما المقصود بحركات التحرر الوطني؟ يجب أن تكون إجابتك كالتالي: هي مقاومة الشعوب عسكرياً وسياسياً للاحتلال الأجنبي بمختلف أشكاله. ظهرت في بداية القرن العشرين واشتدت بعد الحرب العالمية الثانية، وتهدف إلى الاستقلال بدافع ديني أو قومي أو وطني، وتضم مزيج من القوى الاجتماعية المختلفة. في الهدف الثاني سنتعرف على العوامل الداخلية التي أدت إلى ظهور حركات التحرر الوطني. فقد ظهرت فكرة التحرر الوطني خلال القرن العشرين كما ذكرنا سابقاً، ويعود ذلك إلى عوامل داخلية وعوامل خارجية، واختلفت تأثيراتها من دولة إلى أخرى، وذلك حسب موقعها الجغرافي ووضعها الاقتصادي والاجتماعي
ومكانتها التاريخية. إذن ظهرت حركات التحرر الوطني بفعل عوامل داخلية وعوامل خارجية. نبدأ بالعوامل الداخلية التي أدت إلى ظهور حركات التحرر الوطني. أولى هذه العوامل هو أولاً سياسة الاحتلال كاضطهاد الشعوب وتقييد حرياتها واحتكار الموارد الاقتصادية كمصادرة الأراضي الزراعية للدول التي تم استعمارها وطمس الهوية القائم على محاولة الدول الاستعمارية تغيير المفاهيم الأساسية للشعوب مثل الدين واللغة. ثانياً، ظهور الحركات الإصلاحية التي قادتها نخبة وطنية تميزت بالتنوع في اتجاهاتها، الاتجاه الإسلامي والعربي وهو النابع من فكر الدين الإسلامي في المقاومة للتخلص من الاستعمار والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للشعوب، والاتجاه المتأثر بالثقافة الغربية وهو المبني على المطالبة بالحريات والديمقراطية التي سادت الدول الغربية في ذلك الوقت، وقد عملت جميعها في مواجهة الاستعمار والحفاظ على المقومات الوطنية. ثالثاً، نشأة الجمعيات والأحزاب السياسية، إذ أن بعضها سلك طريق النضال السلمي، وبعضها اهتم بدعم الهوية الدينية والثقافية، وبعضها سلك طريق المقاومة المسلحة. رابعاً، فقدان الشعوب الأمل في حصولها على الاستقلال، إذ أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى توجه الأمير فيصل بن الحسين إلى مؤتمر الصلح للمطالبة بتحقيق وحدة العرب واستقلالهم، ولكن فشل العرب في الحصول على حق تقرير المصير في مؤتمر الصلح بباريس عام 1919، وبالتالي أفقد الشعوب العربية الأمل في حصولها على الاستقلال. إذن العوامل الداخلية التي أدت إلى ظهور حركات التحرر الوطني هي كالآتي: أولاً، سياسة الاحتلال مثل الاضطهاد وطمس الهوية. ثانياً، ظهور الحركات الإصلاحية والتي تميزت بالتنوع وعملت على مواجهة السياسات الاستعمارية. ثالثاً، نشأة الجمعيات والأحزاب السياسية، إذ أن بعضها سلك طريق النضال السلمي، وبعضها سلك طريق المقاومة المسلحة، وبعضها اهتم بدعم الهوية الدينية والثقافية. رابعاً، فقدان الشعوب الأمل في حصولها على الاستقلال، إذ فشل العرب في الحصول على حق تقرير المصير في مؤتمر الصلح بباريس عام 1919 ميلادية. والآن عزيزي الطالب، أجب معي على السؤال التالي: وضح العوامل الداخلية التي أدت إلى ظهور حركات التحرر الوطني. يجب أن تكون إجابتك كالتالي: أولاً، سياسة الاحتلال مثل الاضطهاد وطمس الهوية. ثانياً، ظهور الحركات الإصلاحية والتي تميزت بالتنوع وعملت على مواجهة السياسات الاستعمارية. ثالثاً، نشأة الجمعيات والأحزاب السياسية، إذ أن بعضها سلك طريق النضال السلمي، وبعضها طريق المقاومة المسلحة، وبعضها اهتم بدعم الهوية الدينية والثقافية. رابعاً، فقدان الشعوب الأمل في حصولها على الاستقلال، وكان ذلك من خلال فشل العرب في الحصول على حق تقرير المصير في مؤتمر الصلح بباريس عام 1919 ميلادية.
بعد أن أكملنا العوامل الداخلية التي أدت إلى ظهور حركات التحرر الوطني، سنتعرف في الهدف الثالث على العوامل الخارجية التي أدت إلى ظهور حركات التحرر الوطني. أولاً، ضعف وتراجع مكانة الدول الاستعمارية الكبرى وهي بريطانيا وفرنسا، وذلك بعد الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي ساهم في تحرك الشعوب من أجل نيل استقلالها. ثانياً، ظهور منظمات دولية وإقليمية مثل الأمم المتحدة ومنظمة دول عدم الانحياز وجامعة الدول العربية، وقد عملت جميعها على دعم حق تقرير المصير للشعوب. ثالثاً، الحرب الباردة والتي وصفت حالة الصراع والتنافس بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وأدت إلى اتجاه المعسكر الشرقي إلى دعم حركات التحرر لنيل استقلالها بهدف إضعاف المعسكر الغربي. رابعاً، انتشار وسائل الإعلام والاتصال ومساهمتهما في زيادة الوعي السياسي للشعوب، إضافة إلى المبادرات والأفكار التحررية والتي ظهرت أثناء الحرب العالمية الثانية، ومنها ميثاق الأطلنطي عام 1941 ميلادية، والذي قام بإصداره الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل، ونص على بذل الجهد من قبل الدولتين لتحقيق السعادة لجميع الدول وحصولها على الحقوق المتساوية في التجارة. والآن عزيزي الطالب، أجب معي على السؤال التالي، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: أي مما يأتي يعد من عوامل ظهور حركات التحرر الخارجية؟ أولاً، الحرب الباردة. ثانياً، سياسة الاحتلال. ثالثاً، الحركات الإصلاحية. رابعاً، نشأة الأحزاب السياسية. أوقف الفيديو للإجابة على السؤال. أحسنت، الإجابة الصحيحة هي الحرب الباردة. في الهدف الرابع سنتعرف على أشكال وأساليب حركات التحرر الوطني. من أبرز أشكال وأساليب حركات التحرر الوطني، أولاً الثورات الشعبية، ومن الأمثلة عليها الثورة المصرية عام 1919 ميلادية، والثورة السورية عام 1925 ميلادية. ثانياً، المقاومة المسلحة، ومن الأمثلة عليها الثورة الجزائرية عام 1954 ميلادية. ثالثاً، الثورات العسكرية، ومن الأمثلة عليها الثورة المصرية في 23 من يوليو عام 1952 ميلادية. رابعاً، سياسة اللاعنف، ومن الأمثلة عليها الثورة الهندية والثورة في جنوب إفريقيا. لنتعرف على مفهوم سياسة اللاعنف، هي الوسائل التي تستخدمها الحركات السياسية وحركات المقاومة بدون اللجوء إلى الإكراه أو القوة، ومن تلك الوسائل التظاهر، الإقناع، العصيان المدني، الاعتصام والإضراب. والآن عزيزي الطالب، أجب معي على السؤال التالي، اذكر أشكال وأساليب حركات التحرر الوطني. يجب أن تكون إجابتك كالتالي: أولاً، الثورات الشعبية. ثانياً، المقاومة المسلحة. ثالثاً، الثورات العسكرية. رابعاً، سياسة اللاعنف. إذن عزيزي الطالب، بعد أن أكملنا درس اليوم، هيا بنا لنلخص درس حركات التحرر والاستقلال في دول المشرق العربي الجزء الأول. فقد درسنا في البداية مفهوم حركات التحرر الوطني، وهو
مقاومة الشعوب عسكريا وسياسيا للاحتلال الأجنبي بمختلف أشكاله، ثم تعرفنا على العوامل التي أدت إلى ظهور حركات التحرر الوطني، وانقسمت إلى العوامل الداخلية وهي كالآتي: أولا سياسة الاحتلال، ثانيا ظهور الحركات الإصلاحية، ثالثا نشأة الجمعيات والأحزاب السياسية، رابعا فقدان الشعوب الأمل في حصولها على الاستقلال. أما عن العوامل الخارجية التي أدت إلى ظهور حركات التحرر الوطني فكانت كالآتي: أولاً ضعف وتراجع مكانة الدول الاستعمارية مثل بريطانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. ثانياً ظهور منظمات دولية وإقليمية مثل منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. ثالثاً انتشار وسائل الإعلام والاتصال ومساهمتهما في زيادة الوعي السياسي للشعوب. رابعاً الحرب الباردة، وذلك بقيام المعسكر الشرقي بدعم حركات التحرر لنيل استقلالها بهدف إضعاف المعسكر الغربي. ودرسنا أيضاً أشكال وأساليب حركات التحرر الوطني، وهي كالآتي: أولاً الثورات الشعبية مثل الثورة السورية عام 1925 ميلادية، ثانياً المقاومة المسلحة مثل الثورة الجزائرية عام 1954 ميلادية، ثالثاً سياسة اللاعنف مثل الثورة الهندية والثورة في جنوب إفريقيا، رابعاً الثورات العسكرية مثل الثورة المصرية في 23 من يوليو عام 1952 ميلادية. في الختام عزيزي الطالب، أجب معي على السؤال التالي: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: أي الدول الآتية استخدمت سياسة اللاعنف في مواجهة الاحتلال؟ أولاً الجزائر، ثانياً سوريا، ثالثاً العراق، رابعاً الهند. أوقف الفيديو للإجابة على السؤال. أحسنت، الإجابة الصحيحة هي الهند، حيث تعتبر الثورات التي قامت في الهند مثالاً على استخدام سياسة اللاعنف في مواجهة الاحتلال. لا ننسى أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. نشكر لكم حسن استماعكم ونراكم في دروس لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.